السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ننتقل إلى حل الأنشطة للدرس الثالث، وهو عنوان الدرس الأنشطة الاقتصادية في الوطن العربي. كما تعودنا نقوم بحل الأنشطة مباشرة، أنشطة الكتاب. ما أكثر المحاصيل الزراعية إنتاجا في السلطنة وعلل السبب؟ طبعا لدينا هنا أكثر المحاصيل هي التمور. لماذا التمور؟ لأن التمور ملائمة للمناخ الصحراوي، حيث تتحمل درجات الحرارة العالية وقلة المياه. كذلك عندنا القمح. القمح طبعا في تونس، أما البطاطا في أيضا تونس، والليمون في السودان. استنتج ومجموعتك سبب تنوع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي. طبعا بسبب تنوع المناخ. الآن نقوم بحل النشاط الذي يليه، وهو هذا النشاط. هنا لدينا من خلال قراءة للنطق السامي حضرة صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، بالاستعانة بمصادر التعلم المختلفة أجيب عن الأسئلة. وضح المقصود بالاكتفاء الذاتي. ما المقصود بالاكتفاء الذاتي؟ طبعا هو الإمكانيات الذاتية للحصول على الاحتياجات من السلع والغذاء والماء بهدف التقليل من الاعتماد على الدول. هنا التقليل الاعتماد على الدول. أعطي مقترح لتحقيق الاكتفاء الذاتي. طبعا هنا الإجابة هي تشجيع السكان ممارسة الزراعة. ممارسة الزراعة. أما في السؤال ب، الإجابة عندنا ما هي أسباب ضعف إقبال العمل في النشاط الزراعي؟ طبعا منافسة العمالة، المنافسة، وكذلك قلة المياه. ما هي الحلول؟ اللي هي توفير الدعم وكذلك التثقيف. الآن ننتقل إلى هنا. صنف الزراعية والحيوانية والمعدنية. طبعا هنا الزراعية اللي هي الزيوت والسكر، صناعة السكر والزيوت. هنا المنسوجات الصوفية وكذلك الألبان. أما المعدنية لدينا الذهب وأيضا الكهرباء، الأسلاك الكهربائية. هكذا يكون التصنيف في هذا الجدول. الآن ننتقل إلى صناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية. طبعا الاستخراجية هي صيد الأسماك، كذلك النفط والغاز، وأيضا المعادن واللؤلؤ وكذلك اللؤلؤ. أما التحويلية، تعليب الخضار، صناعة الأثاث، صناعة البلاستيك، وكذلك صناعة الزجاج، وأيضا صناعة الزجاج. الآن ننتقل إلى النشاط الخامس. هنا في النشاط الخامس، رتب الدول الواردة بالشكل ترتيب تنازلية من حيث عدد السياح. طبعا أول شيء لدينا المغرب، بعد ذلك مصر والأردن ولبنان. أما أهم المعالم السياحية في الأردن هي البتراء، وفي المغرب مسجد عبد الله الثاني، وفي مصر الأهرامات وأبو الهول، في لبنان
مغارة جيتا في لبنان. طبعا في لبنان. هذه هي الأجوبة. الآن ننتقل إلى النشاط السادس. عندنا هنا في النشاط السادس أمام، نضع الصح أمام العوامل الجاذبة للسياح. طبعا وسائل النقل، الفنادق، المنتزهات، المتاحف، المناظر، المعارض والأسواق، جميعها هي ملتفتة أو تلفت الأنظار السياح. الآن ننتقل إلى النشاط السابع، أو سننظر إلى هذه الصورة بعد ذلك نجيب. أعبر عما أشاهده في الصورة. طبعا أرى أسرة صغيرة، أرى حديقة وأسرة صغيرة، وأيضا الحديقة مطلة على البحر، وأيضا ألعاب، الألعاب للأطفال. ما واجب اتجاه هذه الأماكن؟ طبعا هنا أحافظ عليها ولا